Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. احنا هنبدأ واحدة جديدة ان شاء الله راح نبدأ واحدة جديدة اسمها verb phrases. هنتكلم في الجزء الثاني من verb phrases, راح نتكلم عن الجزء الثاني من عبارات الافعال اللي اسمها verb phrases. في الوحدة دي بنتكلم عن أربع حاجات. الحاجة الأولى إن إزاي نميز بين الأنواع المختلفة من أجزاء العبارة الفعلية. Identify the different constituents of verb phrases. تاني حاجة إحنا بنميز بنعرف حاجة اسمها adjuncts. adjuncts وظيفتها في العبارة الفعلية, وبنعرف الفرق بين adjuncts والفرق بين النون والكومبلمنت اللي هي تكملة الجملة. احنا في الدرس ده بنتكلم عن الverb phrases. الverb phrases احنا قلنا اللي هي العبارة الفعلية. الverb phrases اللي احنا قلنا انها العبارة الفعلية. بنتكلم عن حاجة اسمها verb phrase. انا ابي اسهل لك شيء, يعني انا عايز اسهل لك حاجة علشان ما تتلخبطش ابدا. طب انا اعرف ازاي الverb phrase في الامتحان؟ قبل ما نتكلم عن الverb phrase, احنا الجملة بتنقسم الى حاجتين. ركز معايا علشان ده حل السؤال بتاع التي ديجرام, ده السؤال بتاع الشجرة. لو ركزت قوي معايا السؤال ده هيبقى سهل عليك قوي وهتحل اي سؤال عليه. السؤال دوت عليه حوالي 5 ضربات او 4 ضربات مش عارف, بس المهم ان لو ركزت في السؤال دوت هتعرف تحله. والوحيد, بص, اول حاجة الجملة بنرمز لها بالحرف S. شايفين الاس دي؟ بنرمز لها بالحرف ايه؟ S. واس دي معناها ايه؟ sentence, اختصار كلمة sentence. يعني عندنا اختصار كلمة sentence اهو, اضيف لها ال E N T E N C E. يبقى احنا بنفرق, بنعرف الجملة اسمها بالانجلش sentence. شنو بنرمز لها بأي رمز؟ بنرمز لها برمز الاس, بحرف الاس. يبقى اس اختصار لكلمة sentence. خلاص كده؟ الحين في شيء صعب؟ كل شيء واضح؟ عشان ما تقولون صعب في الاخر, يبقى كله واضح. ايش بنرمز لها لكلمة sentence؟ بنرمز بأي حرف؟ اس. كتبت لك الاس بحرف كبير اهوت بشكل كبير عشان تبقى واضحة. يبقى الجملة بنرمز لها بحرف الاس. الجملة بتنقسم الى حاجتين, احنا بنعمل سهم كده. بتنقسم الى حاجتين. اول حاجة اسمها NB. ايه ال NB دي؟ NB noun phrase. noun phrase. اي جملة في اللغة الانجليزية لازم تحتوي على حاجتين اتنين. احنا اي جملة, يبقى في السؤال بتاع تي دياجرام احنا ما بنيجي في الجملة في الامتحان هنروح عاملين سهم كده هنا وسهم هنا. هنروح عاملين ايه؟ فوق الجملة هنكتب اس, وفي السهم اللي هنا هنكتب ان بي, وفي السهم اللي هنا هنكتب في بي اللي هو تاني حاجة زائد في بي اهو. ايه الفي بي ده بقى؟ الفيرب فريس. الفيرب
فريس الفي بي اللي هو الفيرب فريس الفي بي اللي هو الفيرب فريس يبقى الجملة بنرمزها بإيه؟ بإس أهو. اسمها سنتنس. الجملة بتنقسم إلى إيه؟ حاجتين اتنين اللي هو النون فريس والفيرب فريس. خلاص؟ إحنا اتكلمنا عن النون فريس، هنتكلم المرة دي عن الفيرب فريس. إحنا قلنا من الفيرب فريس إن دوت جزء مهم جدا في الجملة ولازم اي جملة في اللغة الانجليزية تحتوي على verb phrase لازم اي جملة باللغة الانجليزية تحتوي على ال verb phrase اللي هي الأمر الفعلية لازم اي جملة باللغة الانجليزية اصلي verb phrase يعني ايه انا عايز اقول لك verb phrase يعني ايه verb phrase يعني فعل وnoun phrase يعني اسم دي منتهى البساطة ده معناها الصحيح نون فريس يعني اسم وفيرب فريس يعني فعل ايوه ما تشوف اسم في الجمله يبقى هو ده تحط عليه ان بي او نون فريس وبعد ما تشوف فعل في الجمله بتسميه فيرب فريس بنسميه الفعل طيب عايزين نقول حاجه عايزين نقول حاجه الافعال بتنقسم الى انواع الافعال ليها انواع والانواع دي على حسب الحاجات اللي بتيجي بعديها على حسب الايه العناصر او على حسب العبارات بص الافعال بتنقسم الى انواع على حسب الفريسز اللي بتيجي على بعضيها ايه الفريسز دي فريس يعني عباره على حسب العبارات اللي بتيجي ورا الفعل يبقى احنا بنعرف نوع الفعل ازاي تاني عشان ما تلخبطش في السؤال بتاع حدد نوع الفعل دوت ان كان ترانسيتيف ولا انترانسيتيف ولا داي ترانسيتيف ولا كومبلكس يبقى بتعرفه على اساس ايه على اساس الكلمه اللي بعديها الكلمه اللي بعديها بتحدد لك نوع الفعل ده الكلمه اللي بعد الفعل بتبين